حيره حيره شن طيب مش ما ديرش دولمه دولمه النوري مسكين شاهي المثوم غاضني كي ما طيبتهولوش نطيب له مثوم نوريه ها كش ما تحتاجي نجيب لك والنوري وينو راهو مع مولاي كوتش سمير وش يعمل بحذاهم يديروا في السبور والنوري سمعته يقول نطلع لي باك باه نعاود نتزوج شنو يعرس متاكد اوفيسيال يراه يتهرس ان شاء الله نوريا اليوم راني انفرم اي غير قولي ليش هالشيء الخير انفرم انت تعرس علي انا يا نوريا به شوف مانيش مطيبه لا ليك ولا المولاي وبرا جيب لي باش تعرس بها هي اللي طيب لا حلوه واسمع نقول لك مازلت تجبد حكايه العرس لما نبصي عليك انت وياها ها يا نوري يا عبد الحسي مانيش انا ها شكون وين على بالي انا ما تكونش انت راك خشيت بلي تعرف طيب يا اخي وي بنعرف نطيب اليوم راح ندير لك بلا هيلتي صحي 100% شيري هذه هيلتك ماكله بلينا هذه بسم الماكله لنوري واش بك هيلتي طريقه نطيبوا بها كيفاش نطيبوا الماكله واش نطيبوا هذه هي هيلتي فهمت لا ما فهمتش معليش دوك نطيب انايا شريت واش قلت لك اول كلشي راه هنا خويا جبت الجاج والخضره كلش تري بيان دوك انا نوجد الماكله ونوجد راح نطيب انت روح شري بوكي دو نوار واطلب سمح من نوريه لا يطلب السماح لا سيدي الذكري مانيش قابله السماح واخرج عليا من الكوجينه انت تزعفي وانا دي مره نجي ليه ليه ديري ليها هكذا ليه ليه ديري ليها هكذا الله غالب سامحني يا سي سمير هبلني ما كاش مشكل نوريه معليش زعفي شويه دوك اليوم نطيبو كيف كيف نديرو ان بلا صحي انا وياك وانت كل على ربي ان شاء الله ايه مرحبا بكم هاكم سمعتوا سي سمير باش يطيب لنا ماكله صحيه اقعدوا معنا ونشوفوها كيفاش تطيب الوغ نوريه اليوم راح نديرو طبق صحي 100% غني بالبروتينات اللي هما اللي نلقاهم البروتينات اليوم حنا نلقاهم في الدجاج في الدجاجه ديالك وحنا نلقاهم في البروكولي هنا البروتينات والبلا ديالنا يكون غني بالفيتامينات الاملاح المعدنيه نلقاوها في الخضر الخضراء وفيهم الكربوهيدرات اللي نلقاوها النشا اللي نلقاوها في لي بوم دو تيغ وراح نلقاو مضادات الاكسده راح نلقاو بون فيتامينات نلقاوهم حتى في الخضر وراح نلقاو مضادات الاكسده نلقاهم بزاف في التوابل راح نستعملوهم اليوم دونك واش راح نديروا راح نديروا الخلطه ديالنا لا مارينات ديالنا نخلطوا الدجاج تفضلي دونك حكمي ديجا واش ديال لا مارينات تاعنا حطيها لهنا في البول ديالنا شويه طوماطيش فوالا وانا نقول نبدا نحط الطماطم نبدا نحط شويه تاع الطوماطيش فوالا دوكا نروحو لي زيبيس نوريا فوالا نبداو بالملح حطي الملح الاول هذا الملح فوالا الفلفل اللي كحل لي موراه فوالا هذيك البودره تاع الثوم هذه فوالا ابخي عندنا سكنجبيل فوالا الكركم الفلفل الكحل والفلفل الكحل نحطهم الكحل حطيهم كاع نزيدو لهم الماء تاع البصل محبه تاع بصل نعصروها فوالا ونوجدوا لا مارينات ديالنا هذا ميل البصل ما تاع البصل فوالا هنا ونوجدوا لا مارينات تاعنا مليح بلاش زيت جمله زيدوا لها شويه زيت مسموح معناه مسموح بيان سور كما قلت نوري اليوم نديروا له بلا هيلتي ولازم البلا هيلتي فيه هكا باهي باهي تري بيان باهي خلطيه ايوا ونديروا لا مارينات تاعنا ابخي ندهنوا الدجاجه تاعنا ندهنوها بهاد لا مارينات ونحطوها تفور ومن بعد نحطوها في الفور نحمروها في الفور ايوا فوالا ونوجدوا ابخي لي ليغوم تاعنا فوالا تري بيان معناها سمير الزيت مش ممنوع ما في حتى مشكل كي يكون الزيت يعني المصدر ديالو صحي دونك نقدروا ناخذوه بطريقه عاديه وشنو لازم واحد ياخذ حذره الكميه اللي ياخذها كيما اليوم حنا استعملنا زيت الزيتون لازم نعرفوا باللي تكوني عن بالك باللي نوريه زيت الزيتون يسمن كي تاكلوا بزاف لانه 100 مليلتر من زيت الزيتون فيها 900 حريره هو صحي لازم ناكلو بطريقه جيده لازم تكونوا نعرفوا دونك هنا كي نقولوا هيلتي وصحي ماشي معناها نشيانو ولا نسمانو معناها ناكلو من اجل الصحه تاعنا اوكي ابخي الكميه اللي درنا لا ديفيرونس باهي نحط الدجاجه تاع واش نعمل لها تري بيان دونك الدجاجه درنا لها في لا مارينات دونك تحطيها تفور كي نكملوا نحطوها في الفور طيب وتتحمر مليح باهي مادام هي تفور نكملوا انا وياك الخضره يلا يلا نحطها هنا
سي سمير. نعم. في رمضان السبور توقف ولا تكمل تلعب؟ لا ما تقدرش توقف السبور. السبور كون توقفوا مدة أسبوع يروحوا لك كاع القدرات الفيزيائية، ما توقفوش حتى كي تروح عطلة ما توقفوش، في رمضان ما توقفوش. آه. وشنو هما لي بيان في نتاع السبور في رمضان؟ يلا دوكا نقطعوا لي ليغوم. دونك بوغ لي بيان في تاع السبور في رمضان، سي كو الجسم ديالك ديجا يكون في مرحلة راحة. إيه؟ واش معها نورية؟ صديق هنا المرحلة راحة الجسم ديالك راح يعني كي كنتي اليوم يكون عندك وقت راحة واش تروحي ديري؟ تروحي ديري لي سوان، تروحي تعاودي تبدلي شعرك، تبدلي لاكو وتبدلي لاكولير. دونك كيف كيف الجسم ديالنا كيكون في فرحة في فترة راحة، هنا واش راح يدير؟ راح يتلهى بروحه وراح ينطواي روحه. دونك نبداو بالجهاز الهضمي اللي راح يريح روحه كي يكون في فترة الصيام. اوكي؟ دونك في لا جورني ابخي لازم احنا نديرو رياضة. الرياضة راح تخلي الجسم ديالك يحافظ على القدرات، لكن كاين مشكل في رمضان. المشكل تاع رمضان ماشي في الصيام، وناس بزاف يقولوا باللي المشكل راهو في الصيام. المشكل ماهوش في الصيام، والتعب ما يجيكش من الصيام، التعب يجيك من السهره تاع الليل ويجيك من البرنامج البرمجه اللي ما تكونش مليحه. البرمجه المش مليحه اش معني؟ معناها لو كان جينا احنا غير نكملوا يعني نتعشاو للسهر ونصلوا التراويح ندخلوا نرقدوا ابخي نوضوا على الفجر، كي نوضوا على الفجر ونردوك نشربوا ناخذوا السحور ديالنا ونروحوا نخدموا عادي، لكن احنا نسهروا حتى لزوج ثلاثه تاع الليل ما نرقدوش مده 30 يوم. كل شيء يتلخبط. كل شيء يتلخبط. شوفي كاين عامل جد مهم هو ربي سبحانه دارنا واحد تنظيم بيولوجي يعني على حساب مواقيت الصلاه. الجسم ديالنا يتفاعل بطريقه جيده مع النوم مور العشاء ومع الاذان تاع الفجر. يعني احنا كي نكملوا التراويح بيولوجيكمون اوني بروغرامي باش نقدروا نرقدوا ونستراحوا في هذيك المده وكي نعاودوا نوضوا للسحور تاعنا. أيوة. دونك ديري في بالك باللي الامور بيولوجيا راهي يعني من عند ربي، راهي من عند ربي سبحانه. اي احسن وقت للسبور شنو؟ الو هنا راح نتكلموا على الهوات، ما راحش نهضروا على الناس يعني المحترفه. المحترفه يدربوا الصباح ويقدروا يدربوا قبل الفطور كيما الرياضيين تاع كره القدم يدربوا على الزوج. هادوما يعني سبور دو بيرفورمانس تاع النتيجه الرياضيه ما نتكلموش عليهم، نتكلموا على الهواة كيما احنا، الناس اللي دير من اجل الصحه ديالها. هنا ما نروحوش نحوسوا نقولوا لازم قبل الفطور ولا مول الفطور، كل واحد والشعور تاع اللي يكون عنده في هذاك النهار، اللي يحس روحه بلي ماهوش عيان يقدر يطريني قبل الفطور. دو بريفيرونس انا جو بريفير نطريني قبل الفطور. انت تترين قبل الفطور؟ انا لا لا انا عندي تنظيم، انا عندي يومين قبل الفطور وعندي يومين مول الفطور. اوكي دونك فوالا هنا هنا بارابول. وعلاش نهارين نهاري؟ باسكو انا شوفي انا باسكو انا ندرب وندرب التمارين الهوائيه الكارديو نديرها قبل الفطور. باسكو التمارين تاع الكارديو ما تسحقش بزاف الطاقه، وتمارين الحمل والقوه ولا ميسكولاسيون نديرهم مول الفطور. باسكو كون نديرهم قبل الفطور راح ما تكونش عندي الطاقه اللازمه مش نقدر نحمل القوه صديق نرفد لي شارج. ايوا دونك بشويه عليا بشويه عليا باش يا علي مش نقولها لك للهوات. قبل الفطور ما عندك حتى مشكل، دير ايه؟ رياضه وشنو قربي الوقت للموعد يعني الاذان. ايه؟ علاش هكذا مش ما يعني انت يا الجسم ديالك ما صرالوش يعني ما يخرجش منه بزاف الماء، ما صرالوش ديزيدغاتاسيون. لكن مول الفطور الجسم ديالي. لكن نوريه مول الفطور فوالا جيبي معك انت نوري دير معك شويه رياضه. مول الفطور كاين عامل جد مهم، الفو با كي انت دير الرياضه وما زالت عمليه الهضم ساريه. صديق حتى كمل عمليه الهضم باش انت دير نشاط رياضي. وعلاش؟ باسكو الجسم ديالك تكون يعني المعده تخدم راح تسحق بزاف الدم، العقل راح يمد يبعث لها لو سيرفو يبعث لها لو سون باش تخدم بزاف، وانت كي دير رياضه راح تنشط العضلات، ومن بعد العضلات تولي كاينه منافسه بين العضلات ومنافسه بين المعده على الدم، وين ما تلحقش طاقه وين هنا تحس روحك عيان، دير لك هيبوغليسيمي والدوخ وما تقدرش دير نشاط رياضي جيد. يا لطيف يا فوالا. السفناريا اللي هي الزروديه تقولوا لها تقصها هكيك ترانشيت والبسباس والبسباس واللوبيا الخضراء اللوبيا الخضراء وابخي نزيدوا الكورجات البروكولي البروكولي وكل هذا مش نفوروهم هادو بكل نفوروهم ونحطوهم مع معناتها كي نفوروهم بعد نعملوا لهم شويه فيح ونعملوا لهم شويه زيت وعصر قال ما يسالش فماش حاجه معناها ممنوعه في الماكله لا الاكل الصحي ما كان حتى حاجه ممنوعه لكن الكميه اللي ناكلوها لازم نعرفوا شحال ناكلوها والكميه اللي ناكلوها لازم المشاهد الكريم يعرف باللي الكميه اللي تاكلها ما تكونش كميه كبيره لازم يكون على حساب البرنامج تاعك شو كم معناتها نجم ناكل بقلاوه انا يلا البقلاوه كيما نقولوا البقلاوه كيكون فيها يعني كيكون فيها اللوز
وفيها لاباط ديالها صحيه، يعني الاكل اللي يخلي يخلق ربي كاع صحي. لكن دوكا شحال تاكل من مره بقلاوه؟ اسكو تاكلي بقلاوه كل يوم انتيا؟ انا فوالا، لكن تاكليها كل يوم تولي ماشي صحيه كل ساعه. يلا فوالا، دونك هنا تولي ماشي صحيه، باسكو البقلاوه مخدومه بالعسل. والكميه تاع العسل اللي راح نكونسوميوها نستهلكوها في اليوم كبيره بزاف. دونك لو كان تاخذ انت حبه بقلاوه في النهار، ماشي في النهار، في زوج خطرات في الاسبوع ما فيها باس، ما كاش مشكل. باهي راني سمعتك. ما كاش حتى مشكل، شغل ما سمعتينيش. راني سمعتك. نكملوا نحضروا الخضره نتاعنا هكايا. يلا دوك نحطوها تفور. الخضره ونحطوها تتفور. الدجاجه بعد ما تطيب وتفور شو باش نعمل لها؟ يلا مور ما تطيب وتتفور نحطوها في الفرن، نحمروها مليح. باش نزيدوا نحمروها. نزيدوا نحمروها ونغليو ونفوروا لي ليغوم تاعنا. وعلاش حبينا نفوروهم اليوم؟ باش نخليو فيهم يعني لي فيتامين. وشنو كاين عامل جد مهم؟ حنا دوكا كي نفوروهم ما نخليوش الماء، انا بيرسونيلمون الماء اللي تفوروا فيهم، وهذه النصيحه اللي مدها لك كل ما طيبي، الماء اللي تفوري به ما ترميهش. باسكو الفيتامينات اللي تذوب، كاين فيتامينات نوعين، كاين اللي تذوب في الدسم وكاين اللي تذوب في الماء. كي تفوريها كاين الماء اللي يخرج، الفيتامينات اللي راهي فيها تذوب في الماء، هما كاع لي فيتامين اللي راح يذوبوا هذو. لو كان ترمي الماء راح ترمي الماء الفيتامينات هذوك، الماء زيدي عاودي طيبي به شربه شريبه ولا وكليهم وخذي الفيتامينات اللي راهم فيها، ولا نخليوهم نمرقوا بهم حاجه. نمرقوا بهم حاجه فوالا، هذاك الماء ما ترميه. كان نتبعك لما نولي. يلا غصن البين. يلا ان شاء الله نكملوا الخضره نتاعنا ونحطوها تفور. والدجاجه كما قلت انت نحطوها في الفرن باش تاخذ اللون الدوغي المزيان. ومن بعد نشوفوا كيفاش باش تكون الماكله. وانتم هاكم معانا باش تشوفوا الماكله الصحيه اللي هي بنينه وتشبع وتخليكم ديما ديما محليكم. هنا رجعي. فوالا نوريا، طبق صحي متوازن 100% غني بالبروتينات بالكربوهيدرات بالدسم الفيتامينات والاملاح المعدنيه. يعطيك الصحه، ظاهره ماكله بنينه تهبل تاكل صوابع كوراها. وي بالصحه ولهنا ياكلها ان شاء الله. انا وزايد اللي فرش بالدكتور في النوار نوريا. دونك انا نخليكم نوريا نوري. دونك شرفتني، مرحبا بك في كل وقت. من اليوم انا باش نولي ناكل ماكله هيلثي. بالصحه ولهنا، ربي يوفق ان شاء الله. يعيشك. يلا نوري. موليك صحيح. نوريا، على بالك بلي انا عمري ما خممت ندير وحده غيرك، وحتى وحده ما تلحق صباعك كبير تاع رجلك. حتى انا خممت يا نوري، ورجع لي شاهد العقل، قلت راجلي راجل وسيد الرجال من حقه باش يعرس. على هذيك قررت انت تقول لي على المراه وانا نخطبها لك. صح صح هذه صح. اي صح ملا ليه؟ المهم انت تلقى المراه. انت لقيت امراه؟ هي في الحق مازال، بصح سهل. سهل؟ سهل كلمه. كلمه؟ يا وجه البومه يا وجه الشر يا نوري، كي ما نبصيش عليك انا مانيش النوريه، انت تاخذ عليا امراه؟ اجا اجا نوري. حلقه اليوم وفات من كوجين تاع عاشور، غدوه غدوه في نفس التوقيت. نوري اجا يا نوري. دجاج مفور، نستحقوا دجاجة نفوروها مع الفحات، للماغيناد مغرفة ماكلة طماطم معجونة، جو كعبة بصل، كركم، زنجبيل، فلفل أكحل، ملح، راس حانوت، وسمن ذايب مع عصرة قارص. خضرة اللي عندك الكل تنجم تستعملها، تسوتيها مع الزبدة وشوية معدنوس وثوم وفلفل أكحل وملح. سكان المملكة بلغ هام، الغايب يعلم الحاضر، ورانا عارفين باللي راه قابلتكم اللقية وباغيين تضحكوا وتتهاو، بصح رانا نوعدكم باللي يا نريقلوها يا ما نريقلوهاش. ديرونا جزيرة. تيليشارجي جزيرة واقضي على اللقية، حصل على أفلام، موسيقى، ألعاب ومحتويات حصرية مع جيزي.